السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ كل سنة وانتو طيبين. النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج كونكت الترم التاني، وبأكد على الترم التاني، ولسه مكمل معانا نفس شخصيات المنهج وهم بيزي بي، النحلة الجميلة الشقية اللي بتعلمنا ازاي ننطق الكلمات والحروف، ومس منى وهاني وهنا وأميرة ويوسف. قدامنا ده كوفر يونت 10 أو الوحدة العاشرة، وزي ما احنا عارفين ان الترم الأولاني كان فيه 9 يونتس أو 9 وحدات. الترم التاني بيبدأ بيونت 10 أو بالوحدة العاشرة، وعنوانها She is an engineer، يعني هي مهندسة. She is an engineer، هي مهندسة. قول ورايا، She is an engineer، يعني هي مهندسة. وأول حاجة موجود هنا في الصورة بيزي بي. بيزي بي بتقول لنا ايه؟ النحلة الشاطرة اللي بتعرفنا ازاي نذاكر الدروس دي. بتقول look يعني انظر، listen يعني استمع، and repeat يعني كرر. علشان كده بقول لكم كرروا ورايا، يبقى look listen and repeat. فأول حاجة موجودة هنا في الـ cover hospital يعني مستشفى. hospital يعني مستشفى. فهنا في على اليمين vet، في ست واقفة في الشباك مكتوب جنبها vet يعني طبيب بيطري. طبيب بيطري اللي هو الطبيب اللي بيعالج الحيوانات، ده اسمه vet. قولوا ورايا vet، طبيب بيطري. vet يعني طبيب بيطري. وجنبها في ست واقفة في الشباك مكتوب فوقيها doctor. doctor اللي هو الطبيب البشري، الطبيب العادي اللي بيعالج الناس، ده doctor. doctor قولوا ورايا doctor، طبيب. doctor طبيب. doctor طبيب. وهنا هاني بيقول oh look انظر، he is a firefighter، هو رجل مطافي. He is a firefighter. firefighter يعني رجل مطافي، اللي هو الناس اللي بتروح تطفي الحرايق، والعياذ بالله دول اسمهم firefighter. وممكن ننطقها بمنتهى السهولة ان احنا نقسمها على جزئين صغيرين ونقول firefighter. fire يعني نار، fighter يعني مقاتل. firefighter على بعضها بمعنى رجل اطفاء، firefighter. قولوا كمان مرة firefighter. وجنبه أميرة، وأميرة بتشاور جنبه بتقول He is an engineer، هو مهندس. He is an engineer، هو مهندس. وهي بتشاور طبعا على حد واقف الناحية التانية، هنروح له دلوقتي. نقول مع بعض كمان مرة He is an engineer، يعني هو مهندس. وهنا بتقول She is a vet، هي طبيبة بيطرية. She is a vet، هي طبيبة بيطرية. She is a vet، هي طبيبة بيطرية. وهنا هانا بتقول He is a dentist، هو طبيب أسنان. He is a dentist، هو طبيب أسنان. dentist يعني طبيب أسنان. نقول كمان مرة مع بعض dentist يعني طبيب أسنان. ويوسف بيقول And she is a doctor، يوسف بيقول وهي كمان دكتورة. She is a doctor، يعني هي دكتورة. She is a doctor. وزي ما احنا شايفين في راجل وراهم واقف وماسك ورق قدام constructing building او مبنى بيتبني، ومكتوب فوقيه engineer. engineer يعني مهندس. نقولها كمان مرة engineer. engineer يعني مهندس. engineer. engineer يعني مهندس. وموجود هنا الراجل الواقف جنب عربية الإطفاء، رجل المطافي، ومكتوب firefighter. firefighter يعني رجل إطفاء. firefighter يعني رجل إطفاء. firefighter يعني رجل إطفاء. وده الكوفر بتاع يونت 10 أو الوحدة العشرة. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا ولاد، الولد أو الراجل بيجي معاه كلمة he يعني هو، ودي طبعا بترمز للولد او الرجل. فاي ولد او اي راجل بنقول عليه هي يعني هو.
مذكر، مذكر يعني راجل أو ولد. أي بنت أو ست بنقول عليها شي، شي يعني هي. مؤنث، شي يعني هي. لما أحب أقول هو يكون فبقول he is، يعني هو يكون. لما بحب أقول هي تكون بقول she is، she is يعني هي تكون. وطبعا الكلمات الجديدة في اليونت 10 اللي لازم نبقى عارفينها وعارفين نطقها كويس هي lamp. lamp يعني مصباح. طبعا lamp، lamp يعني مصباح. repeat after me. lamp، lamp يعني مصباح. lamp يعني مصباح. L-A-M-P، lamp يعني مصباح. lemon، lemon يعني ليمون. lemon، lemon يعني ليمون. repeat after me. lemon، lemon يعني ليمون. leaf، leaf يعني ورقة شجر. leaf، leaf يعني ورقة شجر. leaf، leaf يعني ورقة شجر. وكلمة lamb، lamb يعني خروف. lamb يعني خروف. طبعا احنا شايفين الفرق بين نوت البي والبي. البي في lamp يعني مصباح، تختلف تماما عن كلمة lamb يعني خروف. وفي كلمة eggs، eggs يعني بيض. eggs يعني بيض. vet، vet يعني طبيب بيطري. vet، vet يعني طبيب بيطري. exit، exit يعني مخرج، المكان اللي الناس بتخرج منه اسمه exit. و 10، 10 يعني رقم 10. و engineer، engineer يعني مهندس. engineer، engineer يعني مهندس. وبكده احنا في الوحدة دي بنتعلم الفونكس او النطق الخاص بحرف ال L وحرف ال E. وفي اخر الدرس بتاع النهاردة ان شاء الله هوضح لكم كيفية كتابة حرف ال L وحرف ال E، وازاي بنعمل هاند رايتنج او ان احنا نكتبها بايدينا. وزي ما احنا شايفين هنا اصحابي الوظائف المختلفة، اول حاجة dentist، dentist يعني طبيب اسنان. dentist يعني طبيب اسنان. teacher، teacher يعني مدرس او مدرسة. teacher، teacher يعني مدرس او مدرسة. قولوها ورايا تاني. teacher، teacher يعني مدرس او مدرسة. engineer، engineer يعني مهندس او مهندسة. engineer، engineer يعني مهندس او مهندسة. doctor، doctor يعني طبيب او طبيبة. doctor، doctor يعني طبيب او طبيبة. vet، vet يعني طبيب بيطري او طبيبة بيطرية. vet، vet يعني طبيب بيطري او طبيبة بيطرية. firefighter، firefighter يعني رجل اطفاء. firefighter يعني رجل اطفاء. firefighter يعني رجل اطفاء. police officer يعني رجل شرطة، ضابط شرطة. police officer يعني ضابط شرطة. police officer يعني ضابط شرطة. police officer يعني ضابط شرطة. وزي ما احنا شايفين هنا يا اصحابي هي بتقول he is a police officer، هو ضابط شرطة. he is a police officer، هو ضابط شرطة. وهنا أداة تعريف. طبعا هنعرف دلوقتي ايه الفرق بين وان اللي هناخدها كمان شوية. فهي هنا بتقول he is a police officer، هو ضابط شرطة. وهي هنا بتشاور وبتقول she is an engineer، هي مهندسة. she is an engineer، هي مهندسة.
She is an engineer. هي مهندسة. ولازم نبقى عارفين الفونكس الخاصة بالوحدة دي وتفصيلها كالآتي. زي ما احنا شفنا من شوية كلمة teacher. teacher يعني مدرس أو مدرسة. حرف CH هنا يا أصحابي بيتنطق تش تش، يبقى teacher مدرس أو مدرسة. حرف CH لما بيبقوا موجودين في وسط الكلمة بيتنطقوا تش تش، ممكن يكونوا برضو في أول الكلمة وبننطقهم تش تش زي ما أنا كاتب لكم كده تهشين تش. حرفي ال GH في كلمة firefighter هنا بيكونوا silent. silent يعني ما بيتنطقوش. firefighter طبعا هنا لو لقينا لو رجعنا للحروف هنلاقي ال GH نفسهم مش منطقين، فهم هنا اسمهم silent. silent يعني ما بيتنطقوش اصلا. حرف ال C في كلمة doctor. doctor بتتنطق على اساس ان هي حرف كي، فهنا السي موجودة في كلمة دكتور بتتنطق على اساس ان هي حرف الكي فبنقول دكتور. وممكن نقسم الكلمات الطويلة زي ما قلت لكم في اول الشرح لمقاطع صغيرة علشان نقدر ننطقها ونكتبها كمان، زي engineer engineer، dentist dentist، doctor doctor، firefighter firefighter. فدي معلومات الفونكس الخاصة بيونت 10، ونتنقل للجزء اللي بعد كده. خليكم معايا. وزي ما احنا شايفين قدامنا دي أداة التعريف الـ A وآن. ايه الفرق بين الـ A والآن؟ الحروف في اللغة الإنجليزية يا أصحابي بين اسمه النوعين. أول نوع اسمه الحروف المتحركة، وهم خمس حروف اسمهم الفاولز. الفاولز أو الخمس حروف دول ما ينفعش أقول وراهم أداة التعريف اللي هي A، فبقول قبل منهم an. زي ما قلنا she is an engineer. she is an engineer هي مهندسة. وحروف الباولز او الخمس حروف هما ال A وال I وال E وال O وال U. A I E O U قولوهم ورايا مرة كمان. A E I O U مرة كمان. A E I O U فأي كلمة بتبدأ بأي حرف من الحروف الفاولز او الخمس حروف دول ما بينفعش نستخدم قبل منها حرف الـ A، بنقول an زي ما قلنا she is an engineer. لكن أي كلمة بتبدأ بالحروف الثابتة الباقية، وبقية الحروف الإنجليزية طبعا هي كلها حروف ثابتة، بنقدر نحط قبل منها حرف الـ A أو أداة التعريف A. فمثلا ممكن نقول he is a doctor. he is a doctor هو طبيب. he is a police officer هو ضابط شرطة. he is a police officer هو ضابط شرطة. she is a teacher هي مدرسة. she is a teacher هي مدرسة. أي كلمة بتبدأ بحرف من الحروف الفاولز أو الحروف المتحركة زي كلمة apple وكلمة orange دي بنحط قبل منها أداة التعريف an، ما ينفعش نستخدمها قبل منها أداة التعريف a. ولازم نكون عارفين ان a وan بتيجي كأداة تعريف للكلمات المفرد. يعني ايه مفرد يا أصحابي؟ يعني حاجة واحدة. ما ينفعش نقول a او an على مجموعة حاجات مع بعض. ما ينفعش اقول engineers engineers يعني مهندسين، ما ينفعش اقول قبل منهم an، لا اقول the engineers. فذا بتيجي كتعريف للجمع طبعا، سواء كان بيبدأ بالحروف الفاولز
أو الحروف المتحركة أو بالحروف العادية أو الثابتة. فأي حرف من الحروف الفاولز اللي هي A و E و I و O و U لو هي كلمة مفردة سواء كانت اسم وظيفة زي كلمة engineer أو اسم حاجة معينة زي apple أو orange لازم استخدم قبل منها أداة التعريف an، لكن لو هي كلمة مفردة بتبدأش بحرف من الحروف الفاولز لازم استخدم قبل منها حرف الـ A أو أداة التعريف A. في حالة الجمع بستخدم كلمة ذا يعني ال. وبكده نكون شرحنا الفرق بين أدوات التعريف المختلفة اللي هي A وAn وإمتى بستخدم A وإمتى بستخدم An. ونتنقل للجزء الثاني في الوحدة دي وهو خاص بالـ I want to be. I want يعني أنا أريد، I يعني أنا، إحنا عرفنا he يعني هو وشي يعني هي، ولما بحب أقول هو يكون فبقول he is، ولما أحب أقول هي تكون بقول she is، لما بحب أقول أنا فبقول I، بقول أنا أكون بقول I am، I am أنا أكون. لو حبيت أقول أنا أريد أنا عايز I want، want يعني يريد، want يعني أريد. فلو أنا عايز أقول أن أنا عايز أكون دكتور وده من حقي، أنا تلميذ شاطر زيكو ومن حقي أن أنا أقول أن أنا عايز أبقى دكتور فبقول I want to be a doctor، أنا عايز أكون دكتور، I want to be a doctor. طب لو عايز اقول ان انا اكون طبيب بيطري فبقول I want to be a vet، انا عايز اكون طبيب بيطري، I want to be a vet. طب لو عايز اقول انا عايز اكون مدرس فبقول I want to be a teacher، I want to be a teacher يعني انا اريد ان اكون مدرس. لو هو عايز يكون دكتور فبقول he wants to be a doctor، بزود على want حرف الاس لان he وشي وات بيجي بعد منهم اي فعل زي يريد موجود معاه حرف الاس، فهنقول he wants to be a doctor، he wants to be a doctor. لو هو عايز يكون دكتور بقول he wants to be a doctor، he wants to be a doctor يعني هو يريد ان يكون دكتور. وان شاء الله الدرس الجاي هشرح لكم verb to be بشكل مبسط ومفصل تماما يخليكم تعرفوا تستخدموا verb to be او فعل يكون بطريقة سهلة جدا. فلما احب اقول هو يريد ان يكون طبيب بيطري هقول ايه يا اصحابي؟ He wants to be a vet. He wants to be a vet يعني هو يريد أن يكون طبيب بيطري. طب لما أحب أقول هي تريد أن تكون مدرسة فبقول She wants to be a teacher. هي تريد أن تكون مدرسة. She wants to be a teacher. طب لو هي عايزة تكون ضابط شرطة ممكن أقول She wants to be a police officer. She wants to be a police officer. فإحنا عرفنا دلوقتي لو أنا عايز أكون حاجة معينة فبقول I want to be. طب لو هو عايز يكون حاجة he wants to be. He wants to be. ال want بيتحط بعد منها حرف الاس. He وشي وات بيجي بعد منهم verb want بحرف الاس. فهنقول he wants to be هو يريد أن يكون. أو she wants to be هي تريد أن تكون. يبقى كده عرفنا لما أحب أقول أنا أريد أن أكون فبقول I want to be. I want to be يعني أنا أريد أن أكون. لكن لو عايز أقول هو يريد أن يكون، لما أكون عايز أقول هو يريد أن يكون فبقول he wants to be. He wants لأن verb want أو فعل يريد بيجي بعده في المضارع
موجود معاه حرف الاس. He wants to be a doctor مثلا لو هو عايز يكون دكتور. He wants to be يعني هو يريد أن يكون. لما أحب أقول هي تريد أن تكون فبقول she wants to be، لأن she برضو بيجي بعد منها verb want بحرف الاس في المضارع. هي تريد أن تكون، she wants to be، هي تريد أن تكون. يبقى عرفنا الفرق بين I و he و she، وعرفنا لما نحب نقول أنا عايز أكون حاجة بنقولها بأي شكل. وانتظروا إن شاء الله الدروس الجاية هنشرح فيها بقية المنهج إن شاء الله أول ما يوصل لنا الماتيريال الخاصة به. وفي فيديوهات جاية هشرح لكم فيها verb to be وطريقة استخدامه بشكل مفصل ومبسط جدا، بحيث ان احنا لما نحب نكون جملة مفيدة بverb to be او verb يكون نعرف نستخدمه بشكل صحيح. وهوضح لكم في درس تاني برضو الـ present simple او المضارع البسيط، وده مفيد جدا ليكم وازاي تقدروا تكونوا جملة مفيدة بشكل صحيح، وهيكون مبسط جدا ليكم في كل المراحل التعليمية المختلفة هتستخدموا الـ present simple او المضارع البسيط، وهيكون مفيد جدا لكم. ونوصل لفقرة الـ handwriting او فقرة الكتابة الخاصة بـ letter L او حرف الـ L و letter E او حرف الـ E. واول حاجة حرف الـ L، الـ L بيتكتب كده L capital، L capital، L capital. L small بتبقى عاملة كده، كده L small، L small، L small. علشان كده لما باجي اكتب كلمة lamp، lamp او مصباح بكتبها بالشكل ده lamp. lamp، lamp او مصباح. لما اجي اكتب كلمة lemon، lemon بكتبها بالشكل ده اما حرف ال e او letter e بيكتب بالشكل ده e، E E capital، E E capital، E E capital. E small بتتكتب بالشكل ده، ال E small بتتكتب بالشكل ده، ولازم تكون بين السطرين E small كده هوت، لازم تكون بين السطرين E small كده هوت، ولازم تكون بين السطرين. علشان عشان كده لما باجي اكتب كلمة eggs، eggs او بيض بتبقى شكلها كده eggs. eggs يعني بيض. وممكن لما اجي اكتب كلمة vet او طبيب بيطري بكتبها بالشكل ده ذات او طبيب بيطري. وبكده نكون انهينا فقرة الـ handwriting، ونحل مع بعض بعض الـ exercises او التدريبات على الوحدة علشان خاطر نبقى كده انهينا شرحها بشكل سليم. والـ exercise الاول خاص بـ أدوات التعريف أو الآ والآن، وعرفنا إن الرول بتقول إن الآ بتيجي للحروف consonant أو الحروف الثابتة، والآن بتيجي قبل حروف الفاولز أو الحروف المتحركة اللي هي الآ والإي والآي والأو واليو، والذا بتيجي قبل الجمع سواء كان بيبدأ بالحروف الثابتة أو الحروف الفاولز المتحركة.
والإكسرسايز هنا الأولاني بيقول put a an the قبل طبعا كل كلمة من الكلمات دي. فطبعا الكلمة الأولانية هي كلمة pencil. pencil بتبدأ بحرف ال P. pencil يعني قلم رصاص. هنحط قبل منها a ولا an ولا the. شاطرين يا أصحابي، هنحط قبل منها a لأن هي مفرد، وطبعا هي ما بتبدأش بحرف من الحروف ال vowels أو المتحركة، فهنحط قبل منها a. طب umbrella، umbrella يعني شمسية، هنا بتبدأ بحرف ال U، هي مفرد، يبقى نحط قبل منها a ولا an ولا the. شاطرين، أمبريلا هنحط قبل منها an. an umbrella، an umbrella يعني شمسية، وهنا قبل منها an لأنها بتبدأ بحرف اليو، وحرف اليو من الحروف الفاولز أو المتحركة. طب ruler، ruler يعني مسطرة، هنحط قبل منها a ولا an ولا the. شاطرين، a لأنها ما بتبدأش بحرف من حروف الفاولز وهي مفرد، فهنحط قبل منها a وهتبقى a ruler. طب bags، bags يعني شنط، هنحط قبل منها a ولا an ولا the. شاطرين، دي كلمة جمع فمش هتفرق هنحط قبل منها a ولا an، لان هنحط قبل منها the وهنقول the bags، ولو كانت bag واحدة هنحط قبل منها a لان ال b حرف من الحروف الكونسوننت او الحروف الثابتة او الحروف الثابتة، فمش هننفع نحط قبل منها an. طب ant، ant يعني نملة، حرف ال a حرف من الحروف الفاولز او الحروف المتحركة الخمسة اللي بيجي قبل منهم اداة التعريف an، فنحط قبل منها an. شاطرين. طب واخر حاجة chairs، chairs يعني كراسي، هنحط قبل منها a ولا an ولا the، ودي كلمة جمع chairs يعني كراسي. شاطرين، هنحط قبل منها the وهتبقى the chairs. ونوصل للإكسرسايز رقم 2، وهو underline the correct words. underline the correct words يعني ضع خط تحت الإجابة الصحيحة. والجملة الأولانية بتقول he is a doctor، هو طبيب. he is a doctor، هو طبيب. he works in a، هو بيعمل في. park، متنزه. school، مدرسة. hospital، مستشفى. يبقى الدكتور بيشتغل فين يا أصحابي؟ شاطرين، hospital يعني مستشفى، يبقى نحط خط تحت مستشفى hospital. I not to be a police officer، أنا عايز أكون police officer، يبقى I want ولا I wants ولا I wanting، إحنا لسه عارفين من شوية I بيجي معها A. شاطرين، I want to be a police officer، أنا أريد أن أكون ضابط شرطة. طب A not helps sick people، sick people يعني الناس المرضى، sick people، يبقى مين اللي بيساعد الناس المرضى؟ الدكتور، الطبيب، ولا البوستمان، ساعي البريد، ولا الفاير فايتر اللي هو رجل المطافي؟ شاطرين، الدكتور طبعا، يبقى doctor helps sick people، يبقى نحط خط تحت doctor. he is a teacher، هو مدرس. he works in، هو بيعمل في. الهوسبيتال، المستشفى. البارك، المتنزه. السكول، المدرسة. يبقى he works in، هو بيشتغل فين؟ school طبعا. شاطرين، يبقى he is a teacher، هو مدرس. he works in a school، او in school، في المدرسة. a not help people with bad teeth، الناس اللي عندها اسنان وتعبانة وعيانة في اسنانها، مين بقى؟ dentist، طبيب الاسنان، ولا doctor، الطبيب العادي، ولا vet،
اللي هو الطبيب البيطري. شاطرين الدنتست أو طبيب الأسنان helps people with bad teeth، بيساعد الناس اللي عندها أسنانها وجعاها. نقط saves people and puts out fires. puts out يعني بيطفي، ده expression بيجي مع بعضه وبيقول put out أو puts out يعني بيطفي نار. فبيقول لك saves people يعني بينقذ الناس and puts out fires وبيطفي الحرائق. ده اللي هو الدنتست طبيب الأسنان، ولا الفايرفايتر رجل المطافي، ولا التيتشر المدرس. شاطرين الفايرفايتر أو رجل الإطفاء رجل المطافي. وكده حلينا الاكسرسايزز، وأتمنى أن أنتم ما تنسوش تشتركوا في الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، وتشتركوا في الجروب بتاعنا كمان، وهتلاقوا اللينكس بتاعتها موجودة في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو ادعمنا بلايك، والأهم إنك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لأصحابك، وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة، بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.